والسلف دول عموما يعني هم بيجيدوا بياكلوا الباستا، بياكلوا كميه من المعجنات، ما متواصلين مع العنصر النسائي، حياتهم الطبيعيه بيمارسوها تجاه بعضهم. الجماعات السلفيه ديل بيمارسوا اللواط عادي فيما بيناتهم، فيقال انه هذا الفقيري هو عنده خلافات، عنده مشاكل نفسيه. الولد ده نكحه وهو صغير، بيجي من الزمن لك بيكره نفسه، بيكره اي زول. نحن يا ولد لك ناكل الباستا؟ كسر كلام فارغ، وانا الولا للسبلو يا جماعة، جيت لكم تاني عاوز احنيكم كلكم بحلول عام بحلول عام 2021 يا الشباب. السنة دي يا جماعة الناس بقول السنة الجاية اتمنى ليك، لا انا بتمنى ليكم السنة دي. السنة دي يا جماعة كل شيء يتحقق، كل ما في مراكن يا جماعة يتحقق، لكن شنو؟ لازم تشتغل، لازم الواحد شفته يسعى ويكد ويتعب عشان شنو؟ ربنا لما يشوفك انت شغال برضك وقوم يديك شنو؟ الأوكي. وانا دار اشكر اي واحد عمل اشتراك بالقناة وفعل الجرس وعمل لي كومنتات في الفيديوهات اللي فاتت. وانت لو جديد هنا يا زول، انت داير تساعد القناة دي وشوية كده ما مركز وما عارف تعمل شنو، ببساطة انت لازم تشترك بالقناة واضغط لايك، اديني لايكات، انا بحب اللايكات، ممكن افطر لايك واتغدى لايك واتعشى لايك، لكن ممكن بين البين ممكن انا اتحلى بشنو، بشير وكومنتات وكده، لكن انا بحب اللايك. فحس يا جماعة في 2 ولا 3 شيوخ عمالين ايه بيشتموا وبيسيئوا على الشعب الجنوبي. ولو انت ما حضرت الفيديو بتاعت ماما اميره وهي بترد على الشيخ اللي كان بنبس في السودانيين الجنوبيين والجنوبين كده وكده، اضغط على الرابط ده واحضر. انا ما اعرف هل الكلام ده بيرضي ربنا، هل الكلام ده في القران موجود، هل الكلام ده موجود في السنه، الحاصل شنو بين الشيوخ والشعب الجنوبي؟ ده سؤال نمره 1. سؤال نمره 2، الكافر ده منو؟ الكافر، هل الكافر ده كلمه بس كافر يا ولا كلمة فيها إساءة وفيها تقليل بتاع مكانة ولا الحاصل؟ أنا داير أعرف كلمة كافر ده وشنو. حاجة أنا بعرفه كافر معناته يعني أنا وإنت ما متفقين على شيء واحد. ففي الفيديو دي في واحد هو إنسان جنوبي مثقف متعلم متحضر، فهو جاي يرد على الشيوخ اللي بيشتموا في الجنوبيين وبيقولوا الجنوبيين كذا وجنوبيين كذا وجنوبيين ما عندهم دين وما في مسلمين في جنوب السودان وما مقتنعين بالاسلام بتاع جنوب السودان. طيب ببساطه، نحن من ما كنا في السودان الام، واحده من المسببات الرئيسيه اللي خلت شعب جنوب السودان يختار بوعي جمعي الاستغلال هو الاستعلاء على اساس الدين واللون والعرق. يعني في ناس بيكشوا مثلا من فكره مايكل السوداني ده ليه اسود، والاستعلاء العروبي المصطنع المؤدج ده وادعاء الافضليه على الاخرين كانت واحده جدا من الاسباب الرئيسيه اللي هو خلت شعبنا في جنوب السودان يختار طبعا الانفصال من السودان الام، خطاب الكراهيه اللي كان يمارس تاريخيا تجاهنا يا عب العبيد، والفاظ كثيره جدا بذيئه يعف اللسان انه يذكرها، كان بتبدر من بعض حسالة المجتمعات السودانية. ما كل المجتمع السوداني، هي كان في فئة معينة تتسربل خلف الدين الإسلامي، والدين الإسلامي بعيد منها وبريء منهم تماما. طيب الحصل شنو من واحد من الشيوخ المهرطقين، شاب هو مشوه دينيا، يقال عنده يعني اختلالاته السلوكية لما كان في فترة المراهقة، ربما تعرض للصدمة لأنه هو بينتمي لمدرسة بتاعت السلف، والسلف ده عموما يعني هم بياكلوا الباستا، بياكلوا كمية من المعجنات وما متواصلين مع العنصر النسائي. طيب حياتهم الطبيعية بيمارسوها تجاه بعضهم، فيقال انه هذا الفقيري هو عنده خلافات، عنده مشاكل نفسيه، زول يتعرض لمشكله. يعني مش يعني الجماعات السلفيه ديل بيمارسوا اللواط عادي فيما بيناتهم. الولد ده نكحه وهو صغير، بقى من الزمن لك بيكره نفسه، بيكره اي زول. نحن يا ولد لك ناكل الباستا؟ نحن قلنا للشيخ فقيري وامساء الشيخ فقيري انه يكون استيعاب كل الدين، استيعاب النص، في فرق بينه وما بين النص ذاته يا اخ الديني. طيب طلع في 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 مواقع التواصل الاجتماعي تفتكر انه شعب جنوب السودان ده كفار ونصارى؟ هو عاد الزول ده بيعرف حاجه عن جنوب السودان؟ عشان كده كان بنقول زمان لابد من اعاده صياغه التاريخ ده بشكل كويس عشان الناس تعرف تضاريس جنوب السودان وباقي القبائل. بيعتقدوا انه كلنا قبيله واحده. للان منذ تاريخ استغلال السودان الام للليله، في ناس في السودان الام ما فاهمين
تركيبة جنوب السودان. شوفوا الولد المراهق ده قال الشعب ده شعب كفار. نفس الخطاب ده مارسوه تجاه أهل دارفور اللي هم كان بيقدموا مواقف تاريخية وبيكسوا الكعبة. إنسان دارفور هو كان مؤمن قبل ما يكون مسلم كفرتهم. تجيوا تكفروا شعب جنوب السودان كله. لما تسيبنا نحن حنسيبك. البيت يتزوج شاب مسلم منتمي لجنوب السودان. بخليك شنو انت يا شهاب؟ انت يا هو الناطق الرسمي في الشعب السوداني. طيب تكفرنا نحن. طيب نزيدك من الشعر ابيات يا ايها الفاجر. ودي معلومات قد تكون غايب عنك وعن زول اللي اسمه شهاب وزول اللي اسمه شيخ توف وشيوخ كتير. شيوخ الضلالة وشيوخ زمن الزيف والنفاق وشيوخ السلطان ديل صدقوني ما بيعرفوا حتى في الدين. ما بيعرفوا في وصول الدين. ما بيعرفوا في احترام حتى المسلمين. يعني ناهيكم من أن إحنا نسمونا كفار. طيب إحنا الكفار ديل الإسلام موجود في جنوب السودان قبل دخول المهدية وقبل تأسيس السودان الأم قبل الاستقلال بتاع السودان الأم. في حاجة اسمها مسجد رومبيك العتيق تأسس سنة 1905. مسجد ملكال العريق يتأسس قبل بناء سد الرصيرس وسد خزان جبل أولياء بأعمار أجدادكم يا شهاب. الزمن داك ما بتستوعب شنو الإسلام وشنو المسيحية. يعني جنوب السودان باختصار كده فيها ما يقارب 1100 مسجد ومصلاية وزاوية. وعندنا مسلمين بيقضوا فرائضهم بشكل جميل وبيقوموا بواجب الحج سنويا. ونحن دولة ما عندنا أزمة في تعاملنا مع الآخر المختلف دينيا. المسلمين لحد الآن هم 30% من تعداد السكان بتاع جنوب السودان. عندهم كامل حقوقهم. ما عندنا صراع مذاهب. ما عندنا أمراض بنفس الأمراض المتواجدة في 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 السودان الأم الآن. ما عندنا نظرات غبية ورجعية تجاه الـ 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 الناس اللي بيمارسوا طقوسهم. يعني مش عندنا أصحاب معتقدات محلية. يعني في ناس تعتقد في 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 معتقداتهم المحلية وده حقهم الطبيعي. نحن دولة بتمارس النهج العلماني بممارسة وتجربة. مرقنا منكم بهناك عشان ننقل تجربة فيها نموذج نكون نحن نموذج للتعايش الديني. وحقيقة ده الحاصل عندنا في 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 السودان الجنوبي ده. يعني مرقنا من هناك يا شيخ مزمل عشان نعكن من جماعة السلف كانوا بيمدحوا في الخفاء بيمدحوا في اللواط والشذوذ الجنسي. ليه ما قاعد يتكلم عن انتشار اللواط في وسط الجماعات المتعصبة دي؟ ده لو انت ما كنت واحد منهم يا 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 ايها المراهق شهاب ومزمل. الكفار ديل نحن الكفار ديل. قلت لك زول مسيحي فجر كنيسة. ده انت يا مسلم ومكمل الإسلام ليه بتفجروا المساجد وتفجروا المسلمين؟ يعني وش ده ما ياهو الكفر بعينه؟ كونك تتحرش بالأطفال في الخلاوي وفي في 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 لقاءاتكم الدينية اللي بتعملوها كجماعة أنصار سنة وجماعة السلف ده ما ياهو الكفر ذاته؟ نعدد لكم كم 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 من الشيوخ ديل هم قاعدين يمارسوا اللواط العلني. ليه ما كفرت النفرين اللي تم تصويرهم هم بمارسوا اللواط داخل مسجد؟ نجيب لكم الفيديو بحمله بكرة على مسؤولي الديانة. نفرين من جماعة أنصار السنة بمارس اللواط داخل مسجد. ده أنا أخش الجنة بهدوء جدا وباحترام وأنت هتخش النار بأدب لأنك عملت ما لا يرضى الله. يعني مش أصل كافر منه؟ الكافر الزول اللي قاعد يحترم التانين ديل ولا أنتوا اللي قاعدين تمارسوا في الفوضى بتاعتكم دي؟ عشان كده نحن ذاتنا كنا بنطالب من حكومة الوحدة حكومة الفترة الانتقالية تمنع السكريات والحلويات وتمنعكم من لبس الجلاليب السيستمي عشان بتكونوا متهيئين عشان تعملوا الفوضى. دار تنكحوا افكار الشعب السوداني وتتحولوا تنكحوا افكار الشعب الجنوب السوداني بافكاركم اللي هي ما بتلقى اي بضاعتكم الضاربه دي اللي هي ما حتلقى وجود هنا في جنوب السودان. ليه ما اتكلمتوا عن الكم الهائل من السوريين اللي قاعدين في السودان الان يمارسوا في 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 سلوكيات غير محترمه تجاه اخواتنا في الخرطوم؟ يعني متذكر في مسجد ام درمان قبضوا فوق شنو؟ شفت هنا نحن الكفار ديل لقيت نفرين في كنيسه بمارسوا لواط؟ ان الدين لبار الدين وفوق الارض صراع الطبقه يا ايها الشهاب. ونحن علاقتنا وجدانيه مع الشعب السوداني. نحن يا ايها المزمل بتربطنا مواقف جميله مع السودان لكن ظللنا نستهجن كل الممارسات العبثية بتاع جماعة الإسلام السياسي اللي هم كانوا أزمة السودان وكانوا السبب في الحروبات دي. وشيوخ الضلال ديل أنا دار استفزهم الليلة
استفز مشاعرهم، عارف حجومنا هلا هلا، عارف انه ما حينوموا، يعني عارف انه ممكن يعني مع تضخم الهرمونات في اجسام دي وجواهم كده ممكن يمشي يرتكبوا جرائم يا بعضهم، وده طبيعي يعني ما حاجه جديده في ما يتعلق بالنازل. شايف البنت دي يا شهاب؟ كفره زمل، هل كافر واقف ورا كافره او الكافر واقف وراه؟ امشي كفرونا. فانا دار عارف يا جماعه، هنا بنقول شعب واحد، احنا ليه بنهمش بعض؟ حل الكلام ده ربنا وصى به وشيوخ الاسلام عشان هم يخشوا في كل يوم الجمعه في خطبه الجمعه يقوم يشتموا به الجنوبيين السودانيين. والله اهون عرفوا الكلام ده من وين؟ منو علم الشيوخ عشان يشتموا ويقولوا كلمات كعبه عن الناس التانية؟ الأمريكان كفرة واليهود كفرة والصينيين كفرة واليابانيين كفرة والأوروبيين كفرة والهنود كفار وكل شيء. فأنا دار أعرف المعلومة دي صح ولا المعلومة دي، هل الكلمة دي فيها تقليل شعب، يعني كلمة مسيئة للناس ولا شنو؟ أنا بتمنى كلنا نعيش بسلام يا جماعة. السودان اتفرقت، ده كانت ما يعني في حلم من أحلامي أنا بين السودان هتتفرق وإحنا هنتفرق في بيناتنا، والناس كتار بيقولوا ده 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 انقسام سياسي، لكن إحنا عايشين مع بعضنا هنا كشعب واحد، جنوبي ولا شمالي ولا شرقي ولا غربي، هنا كلنا سودانيين وبنحب بعضنا، والدين ممكن يفرقنا، السياسة ممكن يفرقنا، وحاجات كثيرة ممكن تفرقنا، لكن إحنا ما زلنا السودان ده معلق فينا، كلمة السودان ده معلق فينا، يعني سيك سيك معلق فيك، ما بتمشي محل ما مشيت انت سوداني سوداني، وهنا بنتكلم لغة واحدة وعندنا قبائل، وانا بتمنى احنا السودانيين نتعارف ما بيناتنا عشان نعرف التقاليد والثقافات بتاع القبائل الثانية عشان ما نشتم في بعضنا ونجرح شعور بعضنا. فتاني اقول لكم يا جماعة سبسكرايب للقناة دي يا جماعة، ادينا لايكات وادينا كومنتات هنا عشان واحد يتعلم اكتر واكتر، ونشوف في موضوعات جاية في المستقبل. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يوفقكم وربنا يحفظكم، وتكونوا على دوام الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واللي في جيبك حاته لو ما عندك الحق يا جماعة الفات.